ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاء الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية ودعمه الكبير للعمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين، وذلك من خلال مبادرات جلالته الإنسانية الكريمة في مختلف الميادين والمناسبات، ومشيدا سموه بتوجيهات جلالته في توفير الرعاية للمواطن البحريني. جاء ذلك بمناسبة حفل الزواج الجماعي الثامن الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لصالح 1000 شاب وفتاة، والذي أقيم بجامعة البحرين، حيث يعد هذا الاحتفال الأكبر الذي تنظمه وتدعمه المؤسسة في مملكة البحرين. كما أشاد سموه بعمق العلاقة الهوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الشباب البحريني ومساندتهم، ومشيرا إلى أن تنظيم هذا الحفل الضخم يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم، وأن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بلد واحد وشعب واحد. كما قدم سموه أصدق التهاني والتبريكات إلى العرسان من الشباب والفتيات المشاركين في هذا الحفل، داعيا المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذرية الصالحة. من جهتي أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن سعادته برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحفل الزواج الجماعي الثامن، مؤكدا أن هذا الدعم الكريم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة في البلدين بالشباب. من جانبه توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اهتمام جلالته ورعايته الكريمة للعمل الخيري والإنساني، كما توجه بالشكر والعرفان إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعم سموه الكريم لهذا الحفل المبارك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. طبعا العرس الجماعي هذا مو بس عريس وعروس، هي علاقة دولة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات من قديم الزمن، فهذه احنا مسؤوليتنا وفي أمانة في رقابنا احنا نواصل هالعلاقة الطيبة وهالمودة وهالأخوة والروح اللي انتم تشوفونها ما بيننا اليوم، ولله الحمد. فرحة الشباب وابتسامتهم، فرحة المسؤولين، فرحة شيخ ناصر وضيوفنا الكرام على هالزواج الجماعي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، كرمز للعلاقة الجميلة بين البحرين والإمارات قيادة حكومة وشعبا، شيء جميل. نشكر جلالة الملك على رعايته لأبنائه الأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم. نشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات على والقيادة في الإمارات على دعمهم. الحمد لله اليوم كان عدد المعاريس 1080 معرس عروس، والحمد لله من بدينا من عام 2011 إلى اليوم بلغ عدد المعاريس الذين استفادوا من مبادرات حفل الزواج الجماعي 4726 معرس عروس. أيضا حبيت أن أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الله يحفظه، وكذلك سمو الشيخ سلطان بن حمدان النهيان سفير دولة الإمارات في مملكة البحرين على حضورهم وتشريفهم لحفل الزفاف حفل الزواج الجماعي الثامن اليوم.
ونتمنى للمعاريس الحياة الكريمة والسعيدة إن شاء الله، والله يرزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة التي تخدم قيادة البحرين ومملكة البحرين. وهالشيء مو بغريب على شيوخنا يدعمون الشباب، ومثل هالمبادرات تعطينا دافع وتحفزنا أن نخدم الوطن ونقدم كل ما نملك لأجل خدمة الوطن. بداية أشكر شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتعاون مع سمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان، وزوج الجماعة يعني يساعد الشباب على حمل الأعباء الحياة الزوجية، ونتمنى إن شاء الله من الزواج العزابي يقبلون على الزواج. والله الزواج الجماعي شيء جدا ممتاز، بالعكس يشجع الأوادم عشان يتزوجون يعرسون، وأنهم يتحملون تكاليف الزواج ويشجعون العزابية عشان يعرسون. وحبيت أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والشيخ سلطان بن حمدان الهيان.